هيلة منه ميسي يبحث عن مرمى غازوش لاعبين امامه هيلة وصل من هناك اللعبة ممتازة وصلت لي ولولو راي تسلل جول 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 الأول لليو ميسي الحكم المساعد لم يرفع الراية يعني أن ميسي لم يكن في وضع التسلل وأول أهداف المباراة هو سبع أهداف ليو فريق برشلونة من أمام أكبو كرة خطيرة الأولى من نيمار في اتجاه سواريز ومن سواريز في اتجاه ميسي هدف ثاني لفريق برشلونة وهدف 37 بالنسبة لهذا الثلاثي وهدف آخر مايلن سيرجي روبرتو هيل الكرة راح نيمار كرة ممتازة نيمار بابا بابا جول ثالث أهداف البارسا والثلاثية من ليو ميسي لعبة ليو وسواريز ليو ليو أولى درجات سواريز كرة صعبة سواريز